بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، تعطلت عليكم بزاف، عرفت راسي درت الفاتحة، ولكن كان من الضروري من الضروري نشد واحد الاستراحة. حبيباتي الغاليات، كما كتعرفوا العشر الأواخر ديال رمضان الإنسان كي يجتهد فيهم، ولهذا ما كملتش الروتين ديال رمضان. انا حبست الصراحه قبل من العشر الاواخر، ولكن كنت مضطره، كان عندي سبب. لهذا فاش رجعت لكم من بعد العشر الاواخر ديال رمضان، رجعت لكم بالفيديوهات ديال القصه ديال السيد اللي كان الزوجه ديالو متسلطه، هي الام ديالها، والام ديالها هي اللي كتحكم فيها، كما قلت لكم في التعليقات، على انه كان خاصو يتفاك معها. وانا قلتها، ولكن ما كتجيش الانسان كتقولي له مباشره خاصك تطلق مرتك. الموضوع اليوم ديالنا اليوم راه ماشي ديال هذيك القصه، انا اليوم جايه غادي نحطو مواضيع اقتصاديه، وموضوعنا اليوم كيتكلم على الاقتصاد، ولكن بغيت نعطيكم السبب شنو اللي خلاني نتاخر، شنو اللي فين مشيت، في شنو درت. لهذا حبيباتي الغاليات، القصه ديال هذاك السيد راه ولا التاجئ القنوات الاخباريه، ونشر القصه ديالو في قنوات اخباريه. الى البنات اللي متبعين القنوات الاخباريه غنشوفوا يمكن القصه ديالو، هو اللي سقط له المراه ديالو الشيكات وهذا. المهم ما علينا حبيباتي الغاليات، كمل القصه ديالو في سميتو داكشي، تما حطيت لكم الجزء الثالث ديالها، الجزء الثالث اللي هو فاش سرقوا الشيكات، وفاش عنده بزاف ديال عطاتهم العائله ديال هذوك الشيكات، والعائله ديالها مشاو دفعوهم للبنك، هزوا له يعني هزوا له شي فلوس، والباقي دخلوه به للسجن. المهم وكان عنده قصه طويله عريضه، والقصه ديالو هي في البدايه فاش يلاه كتشوفيها بدون ما يحط لك الادله، كتقولي ما يمكن يكون هاد النماذج الصراحه كاينين عايشين في المجتمع، ولكن للاسف كاين اكثر من هاد الشيء. والقصه يعني غادي نخلوها نحطوها في الكونجيلاتور ونخلوها، غادي نرجعوا دابا للموضوع ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا اليوم هو كيتكلم على الاقتصاد. كما كتعرفوا اي سيده واي بيت واي زوج واي زوج زوجه سيده سيد كما كانوا يعني متزوجين او غير متزوجين، الى كان الرفقه ديالهم يعني الناس اللي دايره بهم، المحيط اللي داير بهم، سواء الوالدين ديالهم، الجيران الى كانوا كيدخلوا عندهم، الصحابات، العائله، المهم المحيط اللي داير بك الى كان مبذر، رانك غادي تمشي معاه غصبا عنك. لانك علاش؟ لانك كتشوفي اليوم وغدا وبعد غدا وهذا، وكيأثر داكشي عليك. ولكن كاينين ناس داخل، كاين وسط ناس كلهم مبذرين وهما ناجحين. النجاح هنا راه كيفاش النجاح في الحياه؟ النجاح عند التبذير، لانه التبذير الله سبحانه وتعالى، حبيباتي الغاليات كما كتعرفوا الله سبحانه وتعالى شبه المبذرين بالشياطين او المسرفين، والمبذرين كانوا اخوانا للشياطين، يعني شبههم بالشيطان، والشيطان ملعون. يعني الله، هذا ماشي حديث، ماشي نقولوا حديث صحيح او غير صحيح او مشبوه او لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، شبههم بالشياطين، والشيطان ملعون، يعني المبذر والمسرف انسان ملعون. يعني ما نجو هنايا نقولوا لا راه نعيش حياتي وندير عيشي حياتك، حنا هنايا على هذه الكره الارضيه باش نعيشوا الحياه ديالنا، باش نستمتعوا الاشياء اللي عطانا، بالنعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، ولكن في حدود القياس، ماشي التبذير. هنا حنا كنتكلموا على التبذير، وغادي نتكلموا على حاجه اخرى. كاين ناس مبذره وكتخرج على المصروف ديالها او الدخل ديالها او الميزانيه ديالها، البيدجي، بعدم الاقتصاد، يعني كتدخل في التبذير. وكاين الناس اللي ما كتبذر ولكن ما عرفتش تعيش بالمصروف ديالها. وهذا النوع ديال الناس اللي ما كيبذروا ولكن ما عرفوش يتصرفوا كاينين، والحل كاين. يعني ماشي تقولي لا انا هذا الشيء اللي راه كندير شويه ديال يعني القياس، ما كنرمي في القمامه وكنحاول وهذا، ولكن رغم ذلك ما عنديش ادخارات، ما عنديش اخر الشهر كنصرف كل شيء. هنا راجع للعده اسباب. السبب الاول يا اما الراتب غير كافي. وكيفاش كيكون الراتب غير كافي؟ هنا الراتب، نتخيلوا معنا الراتب هو هذا في 15، نقولوا في 20 ورقه، عندنا 20 بيه هنايا او 20 ورقه ديال المال. هاد 20 ورقه ديال المال كتكفي اسره من خمسه اشخاص مثلا،
ولكن هذا 20 يعني كتكفيها يعني اللي الحد الادنى، يعني الناس المقتصده اللي كتخطيط كلشي لحد الادنى كتكفي على 5 الاشخاص. وغادي تجيو مثلا اسره فيها 7 8 10 الاشخاص وغادي تبغي تعيش بمصروف ديال او بهاد ال 20 بي او 20 ورقه اللي كاينه هنايا، ما يمكنش. هنا التخطيط في البدايه الاسره، يعني فاش كتلتقى الزوجه والزوج اول حاجه يناقشوها من غير الجمال ومن غير تبييض الاماكن كما كيهضرت لكم بزاف الفيديوهات، كيلتجئوا الاشياء التافهه كيبقاو يناقشوها وهما اساسيات الحياه اللي غادي تمر معاهم حياه كامله وغادي تاثر في حياتهم ويمكن تكون السبب في نجاحهم او لا، ماشي سبب في النجاح 100% وسبب في الفشل 100% الا كان غلط مبني هادشي على هاد الفيلم. فاش كتلقى السيده والسيد وكيتفقوا على الزواج وما كيتفقوش على الانجاب، يعني ربما السيد ما باغيش الاولاد حاليا والسيده باغيه غير تزوج وتولد، او ربما هاد السيده باغيه 4 ديال الاولاد والسيد باغي غير جوج اولاد. وهنا كيكون علاش؟ لانه هنا الاسره فاش كتكون منظمه الحياه ديالها، وما تقولوليش راني هضرت لكم عليها، راه كل واحد كيتزاد بالرزق ديالو، الله سبحانه وتعالى كيرزقنا ولكن راه الله كيرزقنا بالاشياء اللي موجوده في الطبيعه اللي كيعطيها لنا في الطبيعه، يعني احنا خاصنا نخدموا عليها، خاصنا ندبروا فيها، يعني خاصنا نكونوا نجيبوها. راه الاسد الله كيرزقه، ولكن الا بقى الاسد بارك راه ما غاديش تجي الغزاله حتى لعندو وتجيب وتقول ودير لي بحال هكا تحلو شنان فوق تقولوا ندخلت باش توقني، لا راه الاسد كيمشي يسعى لهذيك الغزاله ويسعى لهذاك الحمار الوحشي ويسعى لهذاك الفيل باش يوكلهم باش يصطادهم باش يوكلهم. حتى الانسان اعطاه الله الاشياء على الكره الارضيه وهو كيسعى فيهم يخدم فيهم يجتهد فيهم يقرا يدرس يتعلم يكون منتج، هذا هي الله كيرزقنا. ولكن باش الله فاش كيقول الله سبحانه وتعالى كيرزق كل يعني كل روح على الكره الارضيه، راه كل ما تزادت روح على الكره الارضيه راه كتزاد الارزاق فوق الكره الارضيه، الله كيزيد الارزاق من المطر من المياه من الحبوب من هذا، ولكن هذيك الحبه القمح خاصنا حنا نمشيو نزرعوها في الارض، هذه هي الله كيرزقنا، ولكن الله ما غاديش يرزقنا وحنا ناعسين ويجينا الاكل، او نمشيو نولدوا 6 ديال الدراري ونقولوا الله غادي يرزقهم وحنا الراتب ديالنا 2000 او 3000 درهم، او حتى 4 ديال الدراري ما غتكفيهمش 3000 درهم ما تكفيش. علاش؟ لانه الاجارات غاليين، يا اما الا بغيتي تسكن خاصك بالربا والربا نفس الشيء كتعطي بحال الاجار او اكثر من الاجار، والضيق وسط يعني دوك السكن الاقتصادي راكم عارفين بحال هكا، والحياه صعبه، الحياه بكل معنى الكلمه صعبه حاليا صعبه. انا خرجت للسوق هاد الايام لقيت كل شيء زادوا فيه، يا 20 درهم يا 10 دراهم يا 2 دراهم يا 3 دراهم. كنت كنجيب الصابون ديال الماكينه العاديه اللي كنت وريتكم كنزيد له اريال وكنزيد له او تيد او اي ماركه اخرى ديال اله التصبين اوتوماتيك، هو العادي، وكنزيد عليه البيكربونات والخل باش الخل فاش نبغي نصبر كيبيض لي الملابس كينظف لي الملابس كيحيد الريحه اقتصادي. كنت كنجيبو 80 درهم 10 كيلو، اليوم اصبح ب 90 درهم شي حاجه ل 10 كيلو. شوفوا شحال زادوا فيه، تقريبا 10 ديال الدراهم وشي وقولوا 10 ديال الدراهم زادوا فيه، اكثر من 10 ديال الدراهم زادوا فيه. الاسماك زادت، اللحوم زادت، الزيت زاد، الدقيق، كلشي كلشي زاد، يعني الاسعار طلعت، والرواتب يا اما هي يا اما الناس خرجت من الخدمه تسرحت من الخدمه. علاش؟ هذا الوباء اللي كاين في هذا العالم، هذا العالم كامل راه الناس تسرحت من الخدمه او خرجت من العمل ديالها في العالم كامل في الدول كلها، كيضطروا باش يحيدوا الناس لانه ما بقاش داك بحال كنا قبل هذا الوباء هذا. وهذا الوباء هذا كما عارفين راه غتدخلوا غير للمواقع وغتشوفوا شنو داير في العالم، وراه جايين اوبئه اخرى الفطر الاسود وما نعرف شنو هذا وهذا، يعني كل ما احنا خصنا كنا مجتهدين خصنا نجتهدوا اكثر وخصنا نجتهدوا اكثر واكثر وخصنا نفكروا. هنا علاش
هذاك الراتب كيكون ما كافيش هذيك الاسره، كما قلت كاين السبب الاول هو الاسره يعني كي افرادها بزاف والراتب قليل، واخا الناس كتقتصد اصلا كاين خطا في التخطيط. هنا ما غاديش ينفعك الاقتصاد، غتقتصدي ولكن يلا غادي توكلي على حدو قدو، تشربي حدو قدو، تلبسي حدو قدو وصافي. يعني انت عايشه كتجري بحال البهيمه او هذا الموظف وهذا السيده في الدار، بجوج مساواه في الدار او بجوجهم موظفين كي 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 يعني كيجروا. حتى السيده دماغها كيكون مريض في الدار، يعني كتقول لك انا خاصني نقتصد، خاصني خاصها ديك شويه ديال الصابون ما يضيع لهاش، لان الا ضاع ما عندهاش باش تشري في اخر الشهر. هذا راه كيدير ستريس وكيمرض وكتمرض وكتمرضي وكيولوا مشاكل في الدار، سواء الرجل الزوج الخادم، سواء الازواج العاملين بجوج او موظفين بجوج او واحد منهم جالس في الدار، بجوجهم كيف كيف، بجوجهم عندهم ستريس في الراس. كيدخلوا الا كانوا موظفين كيدخلوا ستريس ديال الخدمه، حتى الا مرضوا ما يقدروش يشدوا عطله، ما يقدروش يرتاحوا. هذا الشيء فيه شنو داروا؟ داروا عدم التخطيط. خاصكم تخطوا، لانه حنا في هذا الحال حنا غير ماديا، وكاين مشاكل عاد اجتماعيا. كتشوفوا شنو طاري عندنا في البلاد، شنو طاري ملي كتفتحوا المواقع التواصل الاجتماعي ولا انتوا الاخر. للاسف الاخبار ما كتجيب هذا الشيء، ولكن كتجيبوا لنا القنوات الاخباريه على المواقع التواصل الاجتماعي. ملي كتدخلي كتشوفي شنو اللي طاري في العالم، كيفاش الناس هانتي ولدتي وقريتي ودفعتي دم جوفك على باش يدرسوا وليداتك، فينا هو العمل؟ فينا هي الخدمه؟ فين هو التوظيف؟ فين حتى اللي بغيتي ديري تجاره؟ راه حنا مغاربه، راه الكثيريه فينا، راه يمكن 60% ديال المغاربه راه عايشين على ببساطة، يعني بأبسط الأشياء، راه ما عندهمش ديك الرفاهية اللي عند واحد الفئة ديال المجتمع. راه ما كاينه حتى شي حاجة، حتى مثلا تقولي مثلا بغيتي ديري تجارة أو بغيتي ديري مشاريع أو بغيتي ديري شي حاجة، ما كاين، يعني غتلتاجئي للرهن والقروض بزاف، يعني لا من ناحية المال، لا من ناحية الأخلاق، لا من ناحية التربية. كل ما كان الأطفال بزاف رانك غطيحي، غادي كتجدي كتولدي واحد الأفراد فواحد المجتمع اللي غير واحد المجتمع. صراحة مجتمعنا وبلادنا ما كاين حتى شي حاجة كتشجعك على باش تجيبي، باش ما كايناش باش تكثري من الأولاد، باش تكون أسرة كبيرة، ما كايناش. لا شوماج، لا صحة، لا عندك هذا، شنو هو واش كاين؟ والوظائف والعمل والشركات وهذا كل دابا مهدد بزاف بالطرد من العمل، لأنهم راكم ماشي كتشوفوا كل مرة هو شي واحد كيتسرحوا من العمل ديالهم للأسف بسبب هذا الوباء. عاد غادي نجو للمهن الحرة، المقاهي، الفنادق، السياحة، الفراشات، بيع الخضاران، راه تنجر التالية فيهم والحداد وهذا، ما بقاش الناس كطلب تجي تخدم عنده أو تدير الأشياء عنده، لأن ما عندهاش. راه كان كيخدم عنده الفراش، النجار كيخدم عند الحداد كيخدم عند النجار، داك الخدام في السياحه كيحتوى غيصاوب لدارو، اللي خدام في المقاهي، واللي خدام في دابا والاعراس، حتى الناس النقافات وداك الشيء كيخدموا، ما عتلاش عندهم دخل. يعني فكروا، حنا كنهضر دابا مع البنات اللي باقي يلا دخلوا الحياه الزوجيه، فكروا، خططوا للاطفال ديالكم، ما تستعجلوش على الانجاب، رتبي امور حياتك، وجدي لهاد الوليدات فين يعيشوا حياه مستقره، وفين الى جاو يلقاو واحد الحياه على الاقل عيشه كريمه على الاقل. الاشياء اللي عند الناس هذا واجب ديال الحياه، العمل، الصحه، التعليم، وهذا حنا راه ولات عندنا طموحات، راه كنطمحوا وكنولي عندنا الطموح ديال شنو هو، هي تمشي يكون عندك المال باش تعالج نفسك. في الدول المتقدمه راه
الدوله كتكفل لك الصحه تتعالج سواء بالمجان او كيحيدوا لك من الراتب ديالك وعندك بعدا حتى اللي يحيد لك من الراتب ديالك راه كتلقى الصحه او كتعطي ضرائب كتلقى المراكز ديال المستشفيات والعيادات وهذا كتلقاهم في المستوى. حنا لا حنا راه خاص الا مرض الواحد راه خاصو يقترب الا بغى يدير مناسبه راه خاصو يقترب الا بغى يخدم ودابا الا بغيتي تدخلي للعمل سوق العمل حتى هو الوظائف ديال الدوله خاصك يكون عندك المال تحتك اللي عاد تعطيه عاد تشوفي شكون يدوزك. رانا هادشي صراحه نكونوا صريحين علاش غادي تجيبي بزاف ديال الاولاد او الاطفال اللي غادي تعيشيهم عيشه غادي تخرجي عليهم غادي تشوفيهم قدام كيتضمروا غتولي في الاخر انت تطلبي بهم تسعي بهم تسعاو بهم غتولي لانك الا ما بقيتيش راه تخرجي تسعي او غتخرجي ديري شي حاجه غلط او غادي هما يخرجوا يديروا شي حاجه غلط او يقولوا يجريسوا الناس. لو كان هاد الشباب كامل انتم شفتوا شنو وقع في السبته وشنو اللي وقع راكم شفتوا يعني هاد الامور كامل كترجع للنقطه في البدايه التخطيط. حنا غتقولوا لي عييه لو كنا في بلاد اخرى راه ما غاديش نلقاو هاد راه نخطوا حتى دوك اللي في بلاد فيها كل وسائل المعيشه الكريمه راه حتى هما كيخطوا لحياتهم بحال حنا كاينين في واحد البلاد ما فيهاش هاد الوسائل ديال العيشه الكريمه وما كنخطوش. يعني حنا زدنا كارثه على كارثه. الكارثه كاينه وكنزيدوا كوارث عليها. راه الدول المتقدمه علينا بمليارات الاشياء ماشي بعشرة ولا جوج راه كيخطوا مليار هذوك الافراد فاش يبغوا يتزوجوا راه كيخطوا شحال ديال الاولاد كيخطوا يشوفوا الراتب ديالهم واش قاد الا ما كان قاد يقلبوا على وظيفه يقلبوا يهيئوا لهاد الاطفال اللي غادي يجيبوا. الا كان غادي نرجعوا دابا علاش كيفشلوا الا كان الراتب غير كافي والاسره افراد الاسره كثار راه هذا هو الفشل بعينه. ياه كاين الفشل الاخر اللي هو الناس عندها راتب ياه افراد الاسره قلال وكتقتصد مزيان ولكن ما عرفت فين كيمشي في الاجارات الغاليه الاجار الغالي. حنا كل اسره كتبغي السكن ديالها مستقل دار على الاقل في العماره في بنايه المهم الدويره ديالك تكون مستقله ديالك ولكن للاسف الاجارات غاليه وهذا الشيء ما عندناش ما في يديناش باش نديرو يعني كثيرية ديال المدن الاجارات غاليه فيها. هنا كيرجع لهاد الناس هادو هاد الاشخاص هادو يعني العمل ديالهم داك الدخل ديالو ما كافيهم باش يعيشوا في هاد المحيط ديالهم لان هاد المحيط الاجار فيه غالي ياك. شنو هو الحل؟ الحل هو تقلب لمدينه اخرى الا كان العمل ديالك تقدر تنتقل من هذيك المدينه لمدينه اخرى اللي فيها العيش مزيان وغتسكن في حي مزيان باش تكون مرتاح لانك ما غاديش تسكن في حي يعني فيه الكريساج فيه التهديد بالسلاح فيه المخدرات فيه الاقراص فيه بزاف ديال الاشياء اللي غير صالحه باش تنتج اسره صالحه. يعني هنا التفكير في المحيط ديال المعيشه ديالك لانه السكن عندك غالي في المدينه ديالك ما كانش مستحيل او يعني ما كانش ممكن نهائيا انك تغير المدينه او تغير السكن سكن زوين يليق بالاسره زوين. ما كنهضروش على كنهضروا على البيئه الدايره بك واش نقيه ولا لا. هنا ما عندك الا تقلب على عمل اخر. الا كانت السيده جالسه في الدار خاصها تخرج للعمل وإلا كان كاينة السيدة اللي خدامة والراجل جالس في الدار خاصو يخرج للعمل. لأني أنا هاد الأيام اللي جلست فيها كنت كنتصفح بزاف ديال المواقع بعدت من القناة ديالي بعدت من شي حاجة مشيت لمواقع أخرى باش نشوف باش بحال خرج بغيت نخرج نشوف لأني شفت بزاف ديال الأشياء غير صالحة في المجتمع ديالنا وبقيت كنقلب. ملي بقيت كنقلب لقيت على أنه في بزاف ديال الشكاوي ديال السيدات كتقول لك انا كنخدامه والزوج ديالي ما خدامش ما بغاش يخدم وكتقول لك انا حامله ومن نهار تزوجت به ما خدام. الخطا
ماشي فيه الخطا فيك انت. علاش اصلا قبلتي بهذا الزوج؟ وعلاش اصلا كتولدي خرجتي تولدي؟ واش الانجاب هو الاستقرار في الحياه؟ الانجاب راه ماشي هو الاستقرار في الحياه، راه الله سبحانه وتعالى فاش كيتكلم على الحياه الكريمه كيتكلم المال والبنون، كيسبق المال لانه المال هو اللي يصرف على دوك البنون، ما سبقش البنون، سبق المال. هذا الله اللي خلقنا، يعني الاسره الا ما كان عندهاش ما خص راني هضرت عليها قبل. لهذا كاين الفشل، هو الاسره كتكون اكبر من الراتب، الفشل كيكون الاجار، الضوء، الكراء، الضوء، الماء، المواصلات اكثر من الراتب، ماشي الاكل والشرب واللبس، لا، المصاريف الفيكس او المصاريف الثابته او اللي هي كتعطيها كل شهر بحال هاد اللي هضرت عليهم، كيكونوا اغلى عليك من الراتب، خاشين لك على الراتب ديالك. وهذه في عده فيديوهات هضرنا عليها، ولكن كنكررها هنايا يعني بتفصيل اكثر. هنا خاص تغير السكن او تغير العمل باش يكون عندك عمل يدخل لك اكثر. كنتي شتي راسك عندك الوالدين ديالك وكاينه عندهم الدار، صبروا واحد المده مع الوالدين ديالك، حاولي تسكن مع الوالدين ديال الزوج ديال سكني مع الوالدين ديال الزوج ديالك، الزوج يسكن مع عائلته، او الا كانت عندك الام ديالك، الزوج عندها الام ديالها بوحدها في الدار، تسكن معاها هي والزوج ديالها، على بين ما تجمعوا واحد المبلغ وديروا تجاره من غير العمل، يعني عمل وتجاره، جمعوا واحد المبلغ او ديروا يعني ديري شي حاجه. التجاره راه ماشي مثلا خاصني انا ندير سوبر مارشي او ندير واحد المكازا كبيره، لا، او واحد لا، التجاره تقدري تبداي بشي حاجه صغيره، والتجاره راه فيها الى الواحد بغى يخدمها او اي عمل اخر، حتى تجمعي وديري تجاره. والله سبحانه وتعالى كما كيقولوا الشلوح سواسا كيقول لك المحل الهري والمحل الحانوت ديال البيع والشراء كيدير الدار، ولكن الدار ما كديرش الحانوت. يعني التجاره راه دير لك الدار، دير لك السياره، ديك الحاج، ديك العمره، تعالجك، تجاره، ولكن الدار الا سبقتيها انت الدخل ديالك اصلا فاشل فاشل فاشل، راه بحال بقيتي في لاجار بحال شريتي بالكريدي. فهمتوني؟ لهذا هو الحاجه الاخرى، نجو للشق الاخر من هذا او الاخر من هذا ديال الراتب، فاش كيكون يعني ماشي يعني راتب، ولكن المصاريف، واخا السيده كتقتصد شويه وكتقول لك ما كيقدنيش هذا الراتب، هذا ما هانتي تشوفي ما كيقدنيش اختي. هنا هذا الراتب هذا عندك خلل، اذا كان السكن عندك او انت كتعطي الطريطه ديال السكن او كاريه او هذا وكل شيء، هذه الحاجات اللي قلت كتقولي لا انا وصلتي لقياس الحمد لله، عندي جوج وليدات او ثلاثه الوليدات، الدخل ديالنا، عندنا السياره، عندنا الدار، ولكن ما الا كنتو كتشدوا الراتب ديالكم وكتخلصي الضو والماء وتخلصي مثلا الطريطه ديال الدار او ديال السياره او المهم داك الراتب كيخرج كامل، المدرسه ديال الوليدات، الاكل، الصحه، العيد، يلا، ولكن في اخر السنه كتجي دخلي كتلقاي الحساب البنكي ديالك ما فيه والو، يعني صفر، او كل اخر شهر كيبقى عندك صفر، يعني ما دخلتي والو، يلا دواك لا لابسه شاربه صافي فقط. هذا غلط. علاش ما تقولوليش لا ولا راه الله سبحانه وتعالى الله راه عطانا عقل باش نفكر، هذا غلط. خصك هذاك الراتب توفري منه، علاش؟ لانك ما عرفاش الزمان شنو يجيب، الوقت شنو يجيب، والتوفير الا حطيتي واحد المبلغ من وراك كتكوني مرتاحه، لانك ما خايفاش من صدمات الحياه، ما خايفاش من الازمات، ما عندك واحد المبلغ، والمبلغ ما كيجيش بدقه كبير، كيبدا من شويه 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 شويه. وفي الفيديوهات ديالي تهضرت لكم على بحالاش اللي عنده ديون يخلصهم، يحيد عليه الديون، اللي عندك دين بدا يحيديه من الصغير للكبير، كرة الثلج او البولدناج
من الصغير حيدي الصغير اللي هكا اللي تتابعوه من بعده ومن بعده حتى تكملي. اما الا بديتي تعطي له هذا وهذا وهذا راه ما غادي يبان لكش، كتجي كتلقاهم باقي كلشي كيسالوك، خمسه د الناس غتمشي كل واحد تعطيه نقولوا 100 درهم 100 درهم 100 درهم، كتجي هما باقي خمسه د الناس كيسالوك. ولكن الا شديتي هذيك 500 درهم وعطيتيها لواحد الشخص كان كيسالك 500 درهم حيدتيه عليك، قولك ربعه. الشهر الاخر كتعطي 500 درهم كيبقى يسالك 100 درهم، لان هذا كان كيسالك نقولوا 600 درهم. الشهر الاخر غتعطيه 100 درهم وغتعطي الاخر 400 درهم، انت حيدتي عليك جوج بقاو ثلاثه، بديتي في واحد. الشهر الاخر غتزيدي لهذا نقولوا مثلا 500 400 درهم، انت حيدتي عليك و300 درهم غتعطيها للاخر، وهانتي وهكا وهكا ديالك، هذا هو تخلصي عليك الدين. كاين بعض النساء وبعض الرجال اللي هو الا ما هز كريدي كيضروا راسو، الا ما عنده كريدي كيضروا راسو، كيبقى يفكر باش انا نزل. لا كاين كاين السيده كتقول لك هذيك عندها بيجامه، دا جات بيجامه 100 درهم شارجي نعطيها لها، هذيك كتبيع المقالب دا جات عندها مقلب 30 درهم نعطيها دابا 100 درهم تبقى 30 درهم نعطيها الشارجي، وهكا الشهر الجاي كتخلص نص فيهم بقى نص كتزيد عليهم وحدين اخرين الشهر الجاي وحالتها كامله كريدي. هذا راه غلط غلط. من الافضل تعيشي حياتك ما عندك مقله قلي في الجميله ياك، وجمعي فلوس المقله عندك وسيري اختاري في السوق على خاطرك. اما هذيك اللي غادي تكريدي عليك غتقول لك هي راه شديها الدنيا هانيه حتى تخلصي وضحك لك من هنا لهنا وعادي شدي والله ما لا الدنيا هانيه جيبي لي 20 درهم ب 10 درهم واحد 3 ايام ترسل لك ولدها عافاك الا عندك 10 درهم بغيت نعمر البوطه عافاك صيفط لي 330 درهم عافاك صيفط لي فين ما شتيها غتبدل داك الوجه اللي كريديات عليك به ماشي هو اللي غتشوفيه وانت راسك الا شتيها غادي تحشم يبقى فيك الحال. الكريدي في البدايه الناس اللي مولفتو كيجيها بحال ادمان كتشدو ولكن غير شويه كتولي. وكاين الناس اللي تعودت تبلدت تلاقى مع مول الكريدي توكل هذا توكل هذا توكل ما عارفينش بالله راه كاين واحد الحساب غادي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على حتى الديون ديالنا. علاش راه كيسالونا الناس راه عرفهم هذاك ديالهم، او مشيتي عند مول حامد شديتي ومشيتي نقصتي مشيتي عند مول حامد الاخر ومشيتي او رحلتي وخليت الضو كيتسال لك او الماء راه كلشي غيتسال عليه، ما تعيشوش بحال هاد الحياه. نجيو هنايا نرجعوا للنقطه ديال البدايه اللي هضرنا عليها ديال الميزانيه ديالنا، بحالاش نعرفوا واش هاد الميزانيه. غادي تشدي الميزانيه ديالك تحطيها مثلا غتقولي كنشد 3000 درهم ياه، بلاتي نشوف المصاريف ديالي شحال كي الضو شحال الماء شحال الكرا شحال المدرسه ديال الوليدات شحال هذا هذا وحسبيهم. الا كانوا اكثر من الدخل ديالك رانك عايشه غلط، راه غلط. الا كانوا مجموعين بهم كتشي تلقى 500 درهم، واش 500 درهم غتقدر لك الدار؟ راه قلت لكم كلشي غلى، راه كلشي غلى. راه في البدايات ديال القناه كنا نقولوا 1000 درهم راه يكفي خمسه د الاشخاص، دابا 1000 درهم يلا يكفي جوج د الاشخاص ثلاثه د الاشخاص في المصروف ديال ما بين الهري وما بين يكفي بعدا ربعه د الاشخاص وما بين اللحوم والخضار والبوطه وكل شيء يلا يكفيكم ربعه د الاشخاص. ربعه د الاشخاص به علاش؟ لانه كل شيء غلى، الاسعار ما بقاش بحال فاش بديت القناه، والاسعار ماشي 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 كترفع صاروخ بالصاروخ هكا بحال بسرعه سرعه البرق، والراتب بقى هو هو الى ما نقص بقى هو قليل فين كيتزاد. يعني قارني الراتب ديالك مع الدخل ديالك شحال كيبقى لك، خاصك يبقى لك ويبقى لك يبقى تخلصي الفواتير الثابته، تخلصي تحطي في الظرف ديال العيد وديال الصحه وديال رمضان وديال البريكولاج ديال الملابس ديال السفر ديال بزاف الاشياء، واللي عنده السياره وداكشي يحط ديال التامين وداكشي رانا عرفنا بحالاش كنحسبوه في الفيديوهات السابقه. وغادي تحطي الاضرفه ديالك وخاصو شي يطلق باش ديري ادخار كبير وادخار صغير شي قرعه شي حاجه او غير ادخار صغير من غير ظرف طوارئ، هذا هو الراجل.
الراتب الصحيح، هذا هو الراتب السليم، هذا هو الراتب ماشي مريض. اما الا كان كيخصك هنا وهنا وما عندكش ما كديري لا ظرف الصحه لا ظرف الملابس لا ظرف السفر لا ظرف رمضان لا ظرف عيد والو، راه الراتب ديالك مريض، راه خاصك ديه للطبيب. ديه للطبيب بحالاش؟ قلبي على العمل، زيدي اجتهدي، اقتصدي، قلبي على الحلول، قلبي على السكن، يعني قلبي، راه ما تبقاوش واقفين. راه المشكله ديال بزاف 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 صافي كيشدوا الراس ديالهم بحال هكا، وهذيك مشكلتنا حنا العرب. كنبقاو لا البكير ما غيدير لنا حتى شي حاجه. هاني طلعت وبكيت وشفقوا عليا 10 و 30 او 100 او 100 الف واحد او مليون ديال الناس، وعطاني كل واحد فيهم 100 درهم 100 درهم مثلا. هاني شديتها خرجت درتها في شي حاجه، ومن بعد غنخرج عاوتاني ندير نفس السيناريو. الحل هنا وهنا، العمل الكد وهنا. الناس اللي مصاحبات السيدات والرجال اللي مصاحبين الناس ديال هو عنده شي ورد او حط عينه على شي حاجه غتعطيها ليه الوالد ديالو، او عنده امكانيات اكثر من انك انت وتعيش معاه، لا خاصني انا نعيش على قدري. خرجوا من هذاك المحيط. انا ما كنقولش فتقوا مع العائله ديالكم اللي كان فيها، ولكن الا كانت عندي صاحبتي ما وليتهاش بحال هكا. انا ما عايشه على قدي، انا ما بغيتش واحد صاحبتي تجي تقط بوزه ليا او تعطي لي بوزات مثلا تقول لك انا شريت صاك ما نعرف فين شريت ساعه، نكون عادي عندي نقول لها انا شريت الصاك ب 30 درهم عادي، شريت صاك ماكسيموم 50 درهم ما نعطي فيه اكثر من 200 درهم عادي. انا عندي هاد الجلابه وهاد الملحفه دابا تقريبا عامين عادي عندي، ما يكونش نكون عندي الثقه في نفسي. كل هاد الامور كتلعب دور بحالاش الميزانيه ديالنا كلها، الثقه في النفس، النظام، الترتيب، الدين، التفكير، المعامله، كوني نقيه، كوني ماشي نيشان، كوني ماشي نيشان مستقيمه في الحياه ديالك، ما تقولي شي واحد، ما تغشي شي واحد، ما تمقريش شي واحد. وهذا للاسف كنشوفوا دابا في مواقع التواصل الناس كدير مواقع وكتقول لك كتبيع حاجه وكيشدوا الفلوس عند الناس وما كيبيعوش. علاش اش دار لهم هكاك؟ دار لهم هكاك الغش، لانه بغاو الفلوس يدخلوا الفلوس، نصب على الناس. وعلاش بغاو هكاك؟ لانه ما عندهمش دراع ديال الخدمه، ما عندهمش تفكير باش يخدموا بالحلال. لهذا الانسان خاصو يفكر مزيان. عيدوا النظر في حياتكم، عيدوا النظر في الترتيب ديال الاسر ديالكم، عيدوا النظر، قروا وليداتكم على انه راه ماشي الحياه غير لبس وبورطابل وهذا، راه الحياه واعره. علموا لهم راه الحياه واعره، رانا مزيرين. واخا انت كتشيط لك واحد 2000 درهم الشهر كتحطيها في الحساب البنكي ديالك، قولي لولادك رانا مزيرين، راه خاصنا كلشي نجمعوا نديروا الصمته، رانا خاصنا نفكر في المستقبل ديالنا، نفكر في المستقبل باش ولادك يتعلموا غادي يجيو حتى هما يوفروا. اما الا كان ولدك يجي او بنتك تجي او هذا وما عنده ضرب، راك كتربي واحد الجيل تافه، وهاد التفاهه ما كتعني غير الاقتصاد، راه الحياه كامله. وهاد الهضره على الاقتصاد راه ماشي هي، ولكن الاقتصاد راه اساس، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيقول على بنادم على سميتو الاسره، كيتكلم على المال، المال والبنون زينة الدنيا، قال المال هو الاول، لانه المال الله سبحانه ما يكسبك شي حاجه عبث، لانه المال كيقاد لك هو اللي غادي يصرف عليك. ما عمر غتلقى شي واحد جالس ما خدام ما ردام ما كيفكر ما والو، هو ناشط وضاحك وكل شيء والاموال. وروني لنا هاد الناس اللي جالسه كتقول لك الارزاق على الله، وجالسه الارزاق على الله كنخدم فيها ونكد فيها ونفكر فيها ونتعب فيها، اي ونعم بالله، ولكن الارزاق على الله، وتجلس دير لي يد على يد وتولد لي 10 ديال الدراري وتقولي وروهم لينا نشوفوا فين كيطيح عليهم الموائد، فين كيجيهم اضرفات الفلوس، فين دخل تفتح الكراج ودخل مسيارة هكا، فين جاتهم طوم دار او فيلا او غير براكة جاتهم بوحدة وروها لينا. ما كايناش، علاش نكذبو؟ علاش كاين ناس كتقول لك شي حاجة وهي هي عارفة بلي ما كايناش، ما
ولكن هي كدير هذاك كدير هذاك المخدر، كتخدر نفسها بهذاك الهضره، غلطت كتخدر انا تبقى يقولوا داك يكرروا داك الكلام على انفسهم باش يدير واحد التخدير للمخ ديالهم على الاخطاء ديالهم. هذا حبيباتي طولت لكم في هذا الفيديو، غنوقف هذا الفيديو هنايا ولنا تتمه ان شاء الله في الفيديو الجاي. واني بكم وراني نحبكم كاملين.